المدافع هو بركة من نفا المدافع حفا بركة من نفا المدافع حفا يا وزير يا مسؤول عسل عسل بالحلول 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 وصمدان في كفاح والنضال هو السلاح وصمدان في كفاح والنضال هو السلاح وصمدان في كفاح والنضال هو السلاح النظام الاساسي ديالكم اش كيقول؟ كيقول لكم انتم المستخدمين عندكم نفس المنافع الماديه والاجتماعيه اللي عند موظفي وزاره الصحه امين ولكن علاش فرقوا في التقاعد؟ علاش فرقوا بيناتكم في التقاعد؟ المشكل اخي الكريم هذا مشكل تطرح في 2006 بدا المشكل وبدات الاداره ديال المركز بدات كتراسل المسؤولين باش يحلوا هذا المشكل في 2008 وكان الجواب ديال المسؤولين تيقولوا لهم انه راه حنا كنديروا الاصلاح الشامل للتقاعد غير صبروا راه حنا غادي نحلوا هذا المشكل للاسف الشديد انه ملي تحل المشكل وقدم المشروع ديالو السي بن كيران انتهى الاصلاح الى اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجامعي لمنح رواتب التقاعد باشكاليه ديال المراكز الاستشفائيه لم يحظى بنصيبه ما داواش فيه وبالتالي بقي المشكل قائم وبدات الافواج من المتقاعدين كتخرج مع بداو كيخرجوا دوك المتقاعدين بدا كيبان البؤس الاجتماعي ديالهم ان الانسان كان تيتقاضى واحد الراتب كبير مثلا تصور ديال 5000 درهم ولا 6000 درهم في التقاعد كيولي عنده 2000 درهم ولا 2500 درهم وهذا فيه فحش كبير لانه ملي كيشوفوا الزملاء والاصدقاء ديالهم في بنو سينا مثلا ولا في وزاره الصحه كيتقاضوا الراتب ديالهم كامل فهنا كيحسوا بواحد الغبن وبواحد التدليس عليه وهذا هو اللي زاد عطى واحد الحده في التصعيد في المحطات النضاليه ديال المستخدمين بالمركز الاستشفائي بن رشد وهما يا التنسيقيه الان راه كتسعى باش توحد الجهود ديال المراكز الاخرى باش يولي ملف واحد على الصعيد الوطني وهذه الحاله نقول لكم ما كتشبه حتى شي حاله في اي مؤسسه عموميه فالمطالب ديالهم اللي كيطالبوا بها اولا تعديل الماده 71 72 من النظام الاساسي للمستخدمين المراكز الاستشفائيه بن رشد المطلب الثاني ان الناس اللي تخرجوا للتقاعد خص تسوى الوضعيه ديالهم ويتم تعويضهم على الضرر اللي لحق بهم او داويهم في حاله الوفاه ديالهم هادو هما جوج المطالب لا غير وكنظن ليست من المسائل لن تكلف الحكومه شي مثلا شي امكانيات ماليه ولا ماديه مجرد تعديل قانوني فقط الانسان مادام كيحس بانه مظلوم غيبقى كيصرخ وتيئن وتيعلي الصوت ديالو قدر ما يستطيع فلا يمكن ان تستقيم الحياه المهنيه داخل المراكز الاستشفائيه بدون اصلاح هذه الحاله فنعطيك هكا مثال الان في بن رشد والمراكز الاخرى الشباب ما كيبغيوش يمشي يتوظفوا فيهم بسبب مشكل التقاعد تيفضلوا يمشي يخدموا في بنو سينا ولا في وزاره الصحه لان مشكل التقاعد ما يمكنش واحد كيخدم حياته كلها باش في الاخر يلقى واحد تقاعد هزيل ما يحفظش ليه الكرامه ديالو المشافين خائبه والاداره نائمه المشافين خائبه والحكومه نائمه المدافع هو وفلوسنا في ناهيه المدافع هو وفلوسنا في ناهيه ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.